من توجيهات المرجعية الدينية العليا بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية في هذه الأيام الصعبة، حيث تزداد أعداد المصابين بوباء كورونا في مختلف المناطق بصورة غير مسبوقة، ولا سيما في العاصمة العزيزة بغداد. نتوجه إليكم مرة أخرى لنناشدكم وندعوكم إلى مزيد من الحيطة والحذر، ونؤكد عليكم بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المعنية، كتجنب التلامس مع الآخرين والاحتفاظ بمسافة معينة منهم واستخدام الكمامات والتقيد بغسل اليدين بالمواد المنظفة أو تعقيمها ونحو ذلك. من توجيهات المرجعية الدينية العليا بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية: إن الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية يساهم بشكل فاعل في الحد من انتشار الوباء وتقليل عدد الإصابات به، ومن هنا فإن رعايتها تتسم بأهمية كبيرة، وباتت أمرا ضروريا لا يصح التساهل والتسامح بشأنها.